مسألة أنت إن أنا شغال ليه في مسألة الكتابة عن التراث واستحمل الهجوم واستحمل التفاصيل، هي مشكلتي إن لابد إن في حد في الدنيا يلعب الدور ده. أنا حياتي متضررة من مشاكل مجتمعية وسياسية في رأيي إن أساسها هو اللعبكة دي في منطقة التراث والتاريخ المصري. أساسها هو حالة التماهي اللي حصلت للمصريين مع المحتل العربي تحديدا، فأدت لأن هم فقدوا بصلتهم وفقدوا هويتهم. ممكن ترجع في دوت تحديدا لمقال بعنوان كيمت وأزمة الاحتلال المزدوج والمركب. المصريين جت عليهم لحظة حقيقية، صاروا في 1805 ضد الوالي العثماني خورشيد باشا وأطاحوا بيه، لكن لأن دي اللحظة الفارقة اللي اتضح فيها أزمة الهوية المصرية، إن المصريين فقدوا هويتهم الحقيقية، وده بشكل أو بآخر سبب من ضمن أسبابه إن الاعتماد على إخراج متعلمين كان بس عن طريق الأزهر. فالنخبة المتعلمة اللي قادت الثورة ما كانتش قادرة تخرج من تحت سطوة الدين، فكان سقف التغيير عندهم إن هم يستبدلوا الوالي خورشيد باشا بوالي تاني خاضع برضو للمحتل التركي. وبدأ هنا يبقى فيه تتجلى اللعبكة بشكل كبير. من تجليات اللعبكة دي في فترة قبليها فترة ضعف الدولة العباسية. في الوقت ده كانت مصر تحت الاحتلال الدولة العباسية، ضعفت، بدأ يصعد المماليك اللي هم بما ان هم اللي الجيش فبدأوا يحكموا، فبقى المحتلين من المماليك فعليا ومحتلين من العباسيين اسما. وهجم علينا في اللحظة دي الفرنسويين عشان يحتلونا احتلال ثالث، ودي لحظة الاحتلال المركب زي ما قلت وصفتها. في اللحظة دي النخبة المصرية مش عارفة هي تدافع عن نفسها تجاه مين، فبرضه كان الدين أزمة إن اختيار إن أنا أهاجم الفرنسيس بس لأن دول هم دول الفرنجة غير المسلمين، وحافظ على دوكهم لأن هم مسلمين، وساحت في دماغهم إن هم أصلا كل دول غزاة، وده مخلي النهاردة إن احنا دماغنا بايظة ومش عارفين احنا مين.